عندنا اليوم مسائل المهي والصداقة. نعم. فصل في الصداق. له أسماء كثيرة للصداق، صداق، ماهر، نحلة، أجر، هكذا أسماء كثيرة. فصل في الصداق، وهو ما وجب بنكاح النوطئ، وسمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه. نعم. فصل في الصداق، وهو ما وجب بنكاح النواطئ، وسمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة بادره، هكذا ذكر. فإذا الصداق سمي في الشرع بأسماء متعددة، سمي باسم نحلة، فريضة، حبار، أجر، عقر، علائق، هكذا يعني سمي بأسماء مختلفة كلها واحد في معنى الشرعي شيء واحد. فهذا الذي ذكر معناه أولا ما وجب بنكاح أو وطئ، ما هذا مال أو منفعة، يعني سيأتي فيما بعد أن المهر يصح أن يكون كل متمول يقابل بمال. فإذا المنفعة أيضا تقابل بمال، منفعة يصح أن يكون مهر. مثلا هذا رجل جعل تعليم القرآن أو تعليم كتاب أو تعليم حرفة وصناعة مهرا لها، يعلمها، فإذا هذا منفعته. نعم. إذا كلمة ما واقعة على مال أو منفعة، ما وجب بنكاح أو وطئ كما سيأتي، يجب المهر بوطئ، وطئ يعني في غير نكاح صحيح، وطئ شبهة أو وطئ مفضلة. نعم. فإذا النكاح يعني نكاح صحيح، لذلك الوطئ في النكاح الفاسد يجب فيه المهر، لكن هو داخل في قسم المهر الواجب بالوطئ، ليس في القسم الواجب بالنكاح. نعم. ما وجب بنكاح أو وطئ. ثم بين وجه التسمية، وسمي بذلك لإشعاره، إشعاره يعني إشعار باذل الصداق بصدق رغبة باذله، وهو يعني هذا الباذل الرجل الزوج هو الذي يبذل المهر. رغبته صادقة في أي شيء؟ في النكاح، رغبته في النكاح صادقة، لذلك هو يبذل، وإلا لا يبذل ولا يتحمل هذه المشقة. نعم. ثم الذي هو الأصل في إيجابه، هناك أمران، يعني ما هو الصداق لغة؟ الصداق لغة ما وجب بنكاح فقط، ثم ما يجب بالوطء ليس صداقا باللغة. يعني الجاهلية كان عندهم هذا المهر، يعني هذا الصداق، وذاك كان بالنكاح فقط، لذلك كانوا يستعملون لفظ الصداق وما يقوم مقامهم بما يعني يطلقون على ما يجب بنكاح فقط. أما ما يجب بوطء وهو حكم شرعي يطلق عليه هذا. فإذا هنا يعني هذا الوضع خالف القاعدة. عادة اللفظ المصطلح يكون أخص من معناه اللغوي، يدل على معنى أخص من معناه اللغوي، وهنا على العكس المعنى الشرعي هو أعم. لماذا؟ في المعنى اللغوي لم يدخل ما وجب بوطئ، بل هو داخل في ما وجب، بل هو داخل يعني في المعنى الشرعي، لذلك هذا أعم. ثم الأمر الثاني، لماذا ذكر الشارح هذا في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه؟ هذا جواب عن سؤالك، الصداق ما وجب بنكاح أو وطئ، وهذه العلة، يعني العلة لتسميته بالصداق بقوله لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، هذا يصح في وجه التسمية ما وجب بنكاح صداقا، اما ما وجب بوطئ كيف يسمى صداقا؟
لا يظهر فيه هذه الليلة. نعم. فإذا كأنه أجاب الوجه التسمية معتبر في أصل هذا الصداق، والذي يجب أصالة هو المهر الصداق في النكاح، أما ما يجب في الوطي ليس هو الأصل بل هو عارض. لذلك هذه العلة مأخوذة معتبرة في الأصل. نعم. لذلك قال الذي هو الأصل في إيجابه ذنبه، ويقال له أيضا مهر. أيضا مهر معناه الصداق والمهر كلاهما مترادفان، يطلق على ما وجب بنكاح أو وطئ كلا اللفظين، يعني الصداق أو المهر تبادله. ثم وقيل وبعده يذكر يعني فرق فارقا، يعني قولا يفرق بين الصداق والمهر. وقيل الصداق ما وجب بتسمية باللفظ، والمهر ما وجب بغير ذلك، بغير ذلك يعني بغير التسمية. هذا المهر يكون مهر مثل، هو الذي لا يجب بالتسمية، بل بدون التسمية يجب مهر المثل، أو عند فساد التسمية أيضا يجب مهر المثل. ما وجب بالتسمية في العقد لو كانت التسمية صحيحة، وهذا هو الصداق وغيره مهر، هكذا يعني فرق. بناء على هذا القيل الصداق والمهر متباينان ليسا مترادفين بخلاف القول الأول. ثم يبين المصنف بعض أحكام الصداق. يسن ذكر صداق في عقد، سبق أن بينا يعني خلو العقد عن ذكر الصداق مكروه، ذكر سبق. ثم هنا ذكر سنية ذكر الصداق في عقد، ولو في تزويج عمته بعبده، ولو في تزويج عمته بعبده. سبق أن ذكرنا أنه لا يثبت ماهر أصلا بتزويج عمته لعبده، رجل يزوج عمته لعبده لا يثبت هناك شيء من المهر. لماذا؟ لأن العمت والعبد كلاهما مال لهذا المولى، فإذا لو وجب كأنه يملك لنفسه مال نفسه، لذلك لا يجب شيء. ومع ذلك هل يسن ذكر المهر مع أنه لا يثبت؟ فيه اختلاف. هنا ذكر الشارح يسن، لكن الراجح أنه لا يسن. لماذا؟ لأنه لا يفيد، لا يثبت شيئا. نعم. ذكر صداق في عقد وكونه من فضة، هذا سنة أخرى، فإذا الرجل يعطي الفضة مهرا، أما الذهب لماذا؟ كما سيأتي الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفضة صداق بناته، كذلك جعل على بال أزواجه أيضا هكذا للاتباع فيهما. ذكر الصداق في العقد مندوب للاتباع، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، كان يذكر في عقده كذلك كونه فضة. وعدم زيادة على 500 درهم، على 500 درهم ألا يزيد على ذلك، يعني أصدقة بناته صلى الله عليه وسلم، على 500 درهم. 500 درهم كان صداق بناته صلى الله عليه وسلم. أصدقة جمع صداق، أصدقة صدق، هكذا جمعان جمع قلة وكثرة للصداق، أصدقة صدقنا. فإذا اعتبارا بهذا لا يزيد، يعني في بعض مثل هذه الأمور يعتبر الفقهاء عدم الزيادة، وفي بعض الأمور عدم النقصان. مثلا هذا في ماء الوضوء والغسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى بمد ويغتسل بساع، وهناك الفقهاء قالوا ألا ينقص من ساع ومد في ماء الغسل والوضوء، وهناك قال يعني ألا يزيد على 500. إذا ما الفرق بينهما؟ يعني هنا جاء ترغيب في تقليل المهر، هناك أدلة أخرى، يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم أكثر النكاح بركة أقله مؤنة، فإذا هكذا ورد ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم على تقليل مؤنة النكاح، لأجل ذلك يعتبر هناك هذا ألا يزيد على 500،
اما هناك في ماء الوضوء والغسل الناس يحتاجون الى تكثير، لا يستطيع كل واحد ان يعني يتولى بمد وان يغتسل بساعة، بل يحتاجون. ومع ذلك هناك يعني ورد النهي عن الاسراف، لذلك اينما بين العلماء هذه المساله ذكروا مساله الاسراف ايضا. عدو زيادة على 500 درهم، على 500 درهم، درهم هو من الفضة، أما دينار كان من الذهب. 500 درهم يساوي تقريبا إلى 1.5 كيلوغرام من الذهب من الفضة، فإذا ينظر كم قيمته تقريبا يقل عن هنا هذا. ثم ونقصان أن 10 دراهم، عدو نقصان، ونقصان أتكون لا زيادة، فإذا يكون المعنى يسن عدم نقصان أن 10 دراهم خالصة، عشرة ليست مغشوشة بل خالصة. لماذا؟ لأن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجوز هذا النقصان، عنده أقل المهر 10 دراهم. فإذا لو جعل أحد أقل من 10، 8 أو 5 مهرا لا يصح هذا، بل يجب عنده مهر المثلي. على يسودنا لأجل ذلك نظرا إلى هذا الإيجاب ألا ينقص عن 10 وألا يزيد على 500 دراهم. وكره إخلاؤه عن ذكره، إخلاء العقد عن ذكر المهر وهو مكروه، وقد يجب لعارض، يعني ذكر المهر مندوب كما ذكر أصالة، لكن يجب لعارض. مثاله كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف، كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف، عندئذ يجب ذكر المهر. غير جائزة التصرف يعني هي صغيرة أو سفيهة أو مهجورة أو يعني مجنونة، في مثل هذه الحالات يجب ذكر المهر. ثم وما صح كونه ثمنا صح كونه صداقا، ما صح كونه ثمنا في البيع يصح كونه صداقا. ما معنى هذا القياس؟ يعني كلاهما عوض في البيع، الثمن عوض المبيع، وهنا المهر عوض منافع البضع، لذلك هذا التقارن يعني على القياس. اذا ما صح كونه، ما يعني مالا او منفعه، صح كونه ثمنا صح كونه صداقا. كيف يكون، كيف يصح كونه ثمنا؟ ذكر العلماء هناك اعتبارات، يعني بأن يكون طاهرا، بأن يكون طاهرا، لو كان متنجسا يمكن تطهيره، طاهر أو شيء يمكن تطهيره. نعم. ثم مندفعا به ينبغي أن يكون فيه اندفاع نفع، ثم متمولا مملوكا، كذلك ينبغي أن يكون متمولا، متمول معناه ما يقابل بمال، يكون له قيمة ومال، يعتبر مالا. ثم مملوكا لذي العقد، ينبغي أن يكون هذا الشيء مملوكا لذي عقد، يعني هنا لزوجنا، ثمنا صح كونه صداقا. وإن قل، وإن قل يعني وإن قل من 10 دراهم إلى خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. ثم لصحة كونه أيضا صح كونه صداقا، لماذا؟ لصحة كونه عوضا. كيف علم أنه يصح كونه عوضا؟ هذا من صحة كونه ثمنا. فإن عقد بما لا يتمول، هذا متمول طاهر منتفع به، متمول مملوك لذي العقد، فهذه اعتبارات في الثمن وهي معتبرة في الصداقة. فإذا من هذه الاعتبارات أن يكون متمولا، فإذا لو لم يكن متمولا يعني أذكر في العقد مهر وليس هذا المذكور مسمى متمولا، لا يصح مع المسمى، بل يجب مهر المثل. فإن وقد بما لا يتمول كنوات، بما لا يتمول معناه بما لا يقابل بمال، سواء كان في حد ذاته مالا كنوات. فإذا النوات هو مال، لماذا؟ لو كان هذا كثيرا ممكن يشترى بمال أيضا،
لماذا هذا نواس يعني حب التمر يدق هذا ثم يصنع به أشياء وكذلك في هذا الزمان يصنع منه بعض الأغذية النافعة لذلك دقيق النواس غال جدا في زماننا فإذا هو في الأصل مال لكن هذه نواس واحدة لا يتمول نواس يعني نواس واحدة لماذا نواس واحدة لا يشترى ولا يقابل بمال مع أنه في حد ذاته مال ثم وحصات حصات يعني ليس مالا في ذاته ثم وقمع باذنجان وقمع باذنجان قمع يعني ذكر في الكردي معناه بيته بيت باذنجان يعني باذنجان يكون في داخل قشر بيت فهذا يقال له قمع بالنسبة إلى الأجنبي وأمثاله يقال لأصله يعني ما يتصل العنب نعم ما يقوم عليه العنب يقال له قمع فإذا قمع باذنجان وترك حد قذف فإذا ترك حد القذف ليس مالا في ذاته نعم فسدت التسمية في هذه الحالات فسدت التسمية ثم ماذا يجب هذا تسمية فقط واحدة أما العقد عقد النكاح صحيحة ومع ذلك ماذا يجب وجب مهر المثل وجب مهر المثل لماذا لخروجه عن العبلية هذا ما لا يتمول وهو خارج عن المالية لأجل ذلك لا يصح أن يكون عبلا ثم يذكر مسألة أخرى ولها حبس نفسها لتقبل غير مؤجل هذا مسألة هي نظير لمسألة في البيع يعني رجل باع شيئا يجوز له أن يحبس المبيع لقبض الثمن يأخذ الثمن يعطي المبيع كذلك هنا أيضا هذا عبل يريد أن تأخذ العبل أولا ثم تعطي المعوضة يعني منافع البضاعي هذا جائز أو لا نعم جائز ولها يجوز للزوجة المعقودة عليها لماذا هي مالكة لأمرها لأجل ذلك يجوز لها كولي ناقصة بصغر أو جنون وسيد أمة ليس لها فقط بل يجوز لولي أيضا لكن ولي ناقصة يعني غير بالغة بصغر هذا ناقصة بصغر غير بالغة أو يعني ناقصة بجنون ناقصة العقل كذلك سيد أمة يجوز لسيد أمة سيد أمة يعني أمة لو كانت بالغة أو ناقصة أو رشيدة أيا كان هذا تعميم في الأمة وفي الولي هكذا تخفيف ثم لا حبس نفسها فإذا هذه الزوجة هي البالغة حبس نفسها لتقبل غير مؤجل يعني صداقا غير مؤجل لتقبل مهرا غير مؤجل هذا غير مؤجل يكون قسمان هذا الذي يبين بعده من المهر المعين إما عين مهرا يعني هو قال زوجتك بنتي فلانة على هذا الحل من الذهب أو من الفضة أو على هذه الدنانير هكذا عين في العقد فإذا هو غير مؤجل في المعين وهو غير نعم غير مؤجل ثم في الحال الحال ليس معناه حال بعد التنجيل بل هو حال من نصره مثلا قال زوجتك فلانة بندي فلانة وفلانة يعني بخمسمائة درهم حالا هذا خمسمائة درهم حال إما ذكر هكذا صريحا حالا أو لم يذكر لو لم يذكر يعني يكون حالا فإذا هذا الحال في العقد سواء كان بعده أم كله يعني هي تحمس نفسها لتقبل هذا المهر لو كان يعني بعض المهر مقبوض ويبقى البعض فقط هل يجوز لها أو يجوز هل يجوز لولي ناقصة أو هل يجوز لسيد أمة حبس نفسها لقبض الباقي أنا هذا الذي قال سواء
كان باله او كله سواء كان غير مؤجل غير مؤجل يعني بعد الصداق او كل صداق ايا كان يجوز له لها نعم اما لو كان مؤجلا فلا حبس لها وان حل قبل تسليمها نفسها يعني مؤجل ممكن قد حل قبل التسليم هل يجوز لها ان يقبل نفسها ان يحبس نفسها لتقبل هذا المهر المؤجل الذي حل الان لا يجوز يعني لو كان المهر مؤجلا بأي أجل كان ثم سواء كان حل قبل التسليم لا يجوز لها الحبس وإن حل قبل تسليمها نفسها له تسليمها نفسها له يعني للزوج لماذا؟ لأنها رضيت بالتأجيل هذا مشكلة حينما أجلت هي رضيت بالتأجيل بعد ذلك لا يجوز لها حبس نفسها نعم ويسقط حق حق الحبس بوطئه إياها طائعة كاملة يسقط حق الحبس بوطئه إياها فإذا لو وطئها مرة فبعد ذلك لا يجوز له حبس نفسها لقبل المهر يعني لا يعتبر هذا عذرا في عدم طاعتها له فعدم طاعتها له يعتبر معصية يكون حراما كما سبق هذا الحبس يسقط حق الحبس بوطئه إياها كيف وطئها طائعة فإذا لو وطئها مكرهة لا يسقط كذلك كاملة يعني لو وطئها غير كاملة يعني هي غير بالغة غير فإذا عند كونها مراهقة للبلوغ قريبة للبلوغ وطئها طائعة لكن هي غير كاملة فإذا يجوز لها هذا الذي قال فلغيرها يعني فلغير الكاملة الحبس بعد الكمال الوطو كان قبل البلوغ فإذا بعد البلوغ يجوز لها أو يعني كانت مجنونة وطئها حالة الجنون ثم بعد اللفاقة يجوز لها حبس نفسها بعد الكمال إلا أن يسلمها الولي بمصلحة لكن هنا قيد متى يجوز يعني لو لم يسلمها وليها بمصلحة يعني بمصلحة النفقة والسكنى هكذا فإذا لا يجوز لها بعد الكمال نعم وتمهل وجوبا لنحو تنظف بالطلب منها أو من وليها ما يراه قاض من 3 أيام يعني هذا مسألة ومفهوم أنه استدراك من مفهوم قول المتن ولها حبس إذن من هذا القول يفهم أنه لا يجوز لها حبس أصلا بعد التسليم المهري بعد قبض المهر لو قبضت المهر فلا يجوز لها حبس نفسها ولو لحظة هذا هو المفهوم فإذا هناك يجوز لها حبس نفسها بعد قبضها المهر في بعض الأيام حالات إلى 3 أيام أيضا يجوز لها فهذا الذي يذكر يعني تمهل يجوز لها إمهال تأخير تسليم نفسها له وجوبا هذا وجوب يعني مختلف به وقيل يعني مستحب فقط تمهل وجوبا لنحو تنلف تنلف يعني استحداد استحداد معناه استعمال الحديد الحديد عبارة كناية عن موسى السكين موسى هو سكين الحلق فإذا حلق العنة أو حلق اللبس وهكذا هي تتنلق فإذا ثم الغسل يعني سائر أمور التنظف لأجل ذلك تمهل وجوبا تمهل وجوبا معناه لا يجب عليها تسليم نفسها بل يجب عليها تسليم نفسها بعد هذا التنظف تمهل وجوبا يعني هذا مسألة مفروضة في إمهال القاضي لذلك قال وجوبا يمهل من يمهلها يمهلها القاضي لذلك يذكر بعده بالطلب منها أو من وليها يعني هي طلبت من القاضي أن يمهلها 3 أيام بعد ذلك يسلمها نفسها أو يعني
طلب وليها من القاضي أن يمهلها ثلاثة أيام أو يوما أو يومين. هذا ثلاثة أيام يعني الغاية والاقتناء، يوم أو يعني نصف يوم أو ساعات هكذا. فإذا يمهلها القاضي معناه مع وجوب النفقة. فإذا هكذا لو أمهلها القاضي ثلاثة أيام يجب على الزوج نفقة هذه الأيام الثلاثة، هذا معنى قوله تمهل وجوبا لنحو تنظف بالطلب منها أو من وليها. ما يراه كم يمهل؟ ما يراه قال من ثلاثة أيام. هذا بيان للحد الأقصى فأقل، هذا ثلاثة أيام فأقل. لا لانقطاع حيل ونفاس، يعني لو طلبت من القاضي أن يمهلها في تسليم نفسها لزوجها يومين أو ثلاثة أيام أو خمسة أيام، يعني إلى أن ينقطع حيضها أو إلى أن ينقطع دم نفاسها، هل يجب أو لا يجب؟ ها؟ لا يجب، لأن هذا دم حيض متصور عند النكاح كان ممكن حيضا، أما دم النفاس هذا يعني امرأة طلقت أو يعني توفي عنها زوجها حاملا بعد ذلك هي ولدت للولادة انقضت عدتها، بعد الولادة تزوجها رجل قبل انقطاع النفاس. نعم، فإذا هل تمهل؟ لا تمهل. نعم، لو خشية أنه يرتأها سلمت نفسها وعليها الامتناع. فإذا مسألة أخرى، يعني وهنا ذكر لا تمهل الانقطاع حيل ونفاس، إذن ممكن هي تخاف أنه يرتأها حالة الحيل والنفاس وهو حرام، ممكن هذا الرجل لا يقف عند حدود الله تعالى بل هو عنده كل سواء، لذلك ممكن يتوقع هكذا يخاف يتخاف تخشى. هل يجب عليها تسليم نفسها؟ نعم يجب عليها تسليم نفسها، وعليها الامتناع، امتناع من اي شيء؟ من الوطئ. فإن التسليم يعني تسليم النفس، والامتناع امتناع من الوطئ، هي تمتنع من الوطئ. نعم، فإن علمت أن امتناعها لا يفيد، ممكن هي ضعيفة لا تستطيع أن تقاومه بقوة، إذا لو امتنعت لا يفيد هذا الامتناع ولا يؤثر. وطالت القرائن بالقطع بأنه يتوها، هكذا يعني هي ليس على الخشية فقط بل هي على اليقين أنه يتوها، فقالت يعني اقتلت القرائن، تدل القرائن بالقطع يعني بالجزم لأنه يتوها، لم يبعد أن لها بل عليها الامتناع، امتناع يعني امتناع من التسليم حينئذ، يعني عند القطع بالقرائن هكذا. لكن هذا على ما قاله شيخنا، هنا هل يجب الامتناع أو لا يجب الامتناع فيه خلاف، ذكر شيخنا يجب عليها الامتناع من التسليم، من تسليم نفسها، لا يسلم نفسها، لا تسلم نفسها. لكن الشارح تبرى من هذا القول بقوله على قرار شيخنا، فإذا يجوز لها فقط عند الشارح. ثم فإذا لو سلم نفسها يجب عليها الامتناع، ثم لو لم يفد فهي ليست بمقصرة بل هي معذورة. نعم، لو فيما ذكر أخيرا، لو سلمت نفسها ثم بعد ذلك لو وطئها فهي معذورة فلا بأس. ثم ولو أنكر الولي صغيرة أو أنكح الولي صغيرة أو مجنونة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدون مهر مثله أو عينت له قدرا فنقص عنه صح بمهر المثل، يعني على مسألة أخرى، على مسألة فساد المسمى، فساد المسمى بالعقد، من أمثلة هذا الفساد يذكر. ولو أنكح الولي صغيرة أو مجنونة، إما هي صغيرة أو مجنونة أو رشيدة بكرا، أو هي رشيدة بكرا، في الرشيدة البكري بهذا القيد بدون بلا إذن، يعني بلا إذن من رشيدة، رشيدة بكرا بلا إذن، فإذا هذا بلا إذن
عيد في الرشيدة فقط، لذلك قدم على قوله بدون مهر مثل. هناك يعني اعتراض من صاحب الحاشية، هو يقول كان الأولى أن يؤخر قوله بلا إذن، لكن يظهر لي أن ما فعله المصنف هو أولى. لماذا؟ لو ذكر هذا القول بعد قوله بدون مهر مثل ما ممكن يأتي شبهة أنه يرجع إلى الجميع، لا يرجع إلى الجميع بل يرجع إلى رشيدة بكر فقط، لأن الصغيرة والمجنونة لا يعتبر في هذه المسألة إذنهما أو عدم إذنه أو عدم إذنهما بدون مهر مثل. فإذا الولي أنكح صغيرة بدون بأقل من مهر مثلها، أو مجنونة بأقل من مهر مثلها، أو رشيدة بالغة بأقل من مهر مثلها بدون إذن منها. فإذا لو أذنت الرشيدة البالغة البكر لتزويجها بأقل من مهر مثلها فلا بأس، فالمسمى صحيح. نعم. أو عينت له قدرا، عينت يعني هذه رشيدة بكر أو طيبة يعني رشيدة، أو عينت يعني هذه الرشيدة عينت له قدرا فنقص عنه بعد أن ينتهي، نقص الولي عنه عن هذا القدر. أو أطلقت الإذن، يعني الرشيدة أطلقت الإذن بأي شيء في النكاح، هذا إذن ليس في المهر بل هذا إذن في النكاح، ولم تتعرض لمهر، لم تتعرض الرشيدة يعني لأمر المهر بل أذنت في النكاح فنقص عن مهر مثلهن، صح النكاح على الأصح بمهر مثلهن لفساد المسمى، كما إذا قبل النكاح لطفله بفوق مهر مثل من ماله كذلك يفسد المسمى ويجب مهر المثل. أين قبل الولي النكاح لطفله لصبيه بأي شيء بفوق مهر مثل من ماله، ثم هذا المهر من مال الطفل، أما لو كان من مال الولي فلا يعني يفسد المسمى بل ينقض النكاح بالمسمى. ولو ذكروا مهرا سرا وأكثروا منه جهرا لزم ما أوقد به اعتبارا بالعقد. ولو ذكروا من ضمير الجمع يرجع إلى الولي والزوج والشهود والشاهدين، فإذا هؤلاء ذكروا أولا يعني قبل النكاح قبل العقد هم اتفقوا على مهر، هذا ذكروا مهرا سرا، سرا معناه قبل العقد هكذا، ثم وأكثروا هكذا بصيغة الجمع نسخة ونسخة أخرى وأكثروا بالإفراد. وأكثر منه جهرا، فإذا من أكثر الولي لو كان بالإفراد لزم ما عقد به، ماذا يلزم؟ يلزم ما عقد به. لماذا؟ هذا هو الحقيقي المذكور في صلب العقد هو المهر الحقيقي، أما ما اتفقوا عليه قبله هو يعني مهر صوري فقط، فإذا هنا تعارض المهر الحقيقي والصوري فالحقيقي لازم اعتبارا بالعقد. وإذا عقد سرا يعني الولي عقد النكاح سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين، أو إذا عقد هذا لماذا فيما بعد مجهول صيغة مجهول أعيد، فإذا إذا عقد عقد النكاح سرا بألفين ثم أعيد جهرا بألفين تجملا، لماذا أعيد النكاح؟ ليس لفساد النكاح الأولي، لو كان هذه الإعادة لفساد النكاح الأولي فحكمه آخر، فهذا هنا إعادة النكاح تجملا يعني للفاخر بكثرة المهر كذا كذا لزم ألف فقط لا يلزم ألفان، لماذا؟ الأول هو النكاح الحقيقي. نعم. ثم وفي وطئ نكاح فاسد مهر مثل، على مسألة يجب فيه المهر بوطئ الذي سبق بنكاح هذا بوطئ، وفي وطئ نكاح أو شراء فاسد، نكاح وطئ في شراء فاسد يعني رجل اشترى أمة لكن كان الشراء باطل ثم وطئها يجب مهر المثل فاسد، كما في وطئ شبهة يجب مهر مثل لاستيفائه منفعة البضع. لماذا يجب على الواطئ المهر مهر المثل؟
لأن الواطية استوفى منافع منفعة البغي لأجل ذلك، يعني المهر يقابل من منفعة البغي. فإذا هنا حينما يجب مهر المثل في واطئ شراء فاسد، لمن يكون هذا المهر؟ يكون لسيد هذه اللمسي البائع، ويتقرر كله. ثم بعد ذلك هناك مسألة أخرى، ولا يتعدد بتعدد الوطئ إن اتحدت شبهته، يعني هكذا رجل نكاح نكاحا فاسدا ثم وطئها، يعني عاش معها مثلا مدة سنة أو سنوات هكذا، بعد ذلك ظهر له هذا الفساد، فإذا وقع هناك وطئات كثيرة عديدة. هل يتعدد بتعدد الوطئ؟ لا يتعدد، لأن هذه شبهة واحدة. كذلك لو اشترى هكذا نعمة بشراء فاسد ثم وطئها كثيرا، لا يتعدد. فإذا لو كانت شبهة ثانية، مثلا هذا الرجل يعني تزوج امرأة كان النكاح فاسدا وطئها مرة أو مرتين ثم يعني فارقها، بعد ذلك ممكن هو اشتراها، هذه كانت نعمة اشتراها وكان شراء فاسدا، أو تزوجها مرة ثانية نكاحا فاسدا وطئها، أو يعني هو لأنها زوجته ثم وطئها، هذا أيضا وطئ شبهة. فإذا هكذا عندما تتعدد الأسباب الشبهة يتعدد المهر، ثم ويتقرر كله بما بعد، يعني أسباب تقرر كل المهر وبعده هكذا، وسقوط المهر كله في بعض الأحيان هكذا. ثلاث حالات للمهر، إما يسقط تمامه أو يتقرر نصفه، نصف المسمى، أو يعني يجب كله هكذا، ويتقرر كله كل الصداقة بموت لأحدهما. لو مات أحد الزوجين قبل الوطي يتم يجب كل المهر، ولو قبل الوطي. لماذا؟ لإجماع الصحابة على ذلك، الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن المهر يتقرر كله لو مات أحد الزوجين قبل الوطي. نعم، أو وطي. وإذا ماتت الزوجة لمن يدفع الزوج ماذا؟ ورثتها، هذا من تركته، من تركتها هذا المال والمهر، من تركة هذه الزوجة التي ماتت، فإذا يقسم بين الورثتين. ثم ويتقرر كله، ثم أو وطئ بموت أو وطئ، أو وطئ ما معنى الوطئ؟ أي بغيبة الحشفة، هذا هو الوطئ. الوطئ يعني كما سبق في باب الغسل، إذا التقى الختانان، يعني هذا هو الوطؤ الشرعي. فإذا هذا الوطؤ بغيبة الحشفة في فرجها، التقى موضع الختانين، يترتب عليه ما يترتب على الوطئ في الشرعي. فإذا هنا يجب أن كل المهر لو أنزل أو لم ينزل هكذا. فإذا لو كان الرجل مقطوع حشفته فبغيبة قدرها هكذا، قدر الحشفة، هذا سبق أن بينا في باب الغسل. ثم وإن بقيت البكارة بغيبة هذه الحشفة ما زالت بكارتها، فإذا هذا دواء إزالة البكارة أو الاختلال ليس بشرط في وجوب النكاح، في وجوب المهر كل المهر، كما لا يشترط في وجوب كل المهر الإنزال أيضا، سواء أنزل أو لم ينزل. ثم بقيت بكارتها، ثم ويسقط كله الذي ذكر أولا، يعني سقوط وجوب كل المهر، ثم يذكر يعني حالة سقوط كل المهر هذا، ويسقط أي كله بفراق وقع منها قبله، أي قبل الوطئ. كيف يقع الفراق؟ فراق منها من جانبها كفسخها، هي فسخت النكاح. لماذا؟ بعيبه، يعني هي وجدت في الزوج أحد عيوب النكاح من جنون أو برص أو جذام، هكذا ذكرنا يعني عيوب النكاح، أو بإعساره، أو هذا رجل معسر. أيضا سيأتي في باب الفسخ يعني مسألة الفسخ بسبب الإعسار، هكذا هي فسخت النكاح أو وكردتها والعياذ بالله. فإذا أنا أعتقدنا على قوله كفسخها، فإذا لو ارتدت فالفراق من جانبها أو بسببها، أو بسببها، يعني الفراق من الزوج هو الذي فرق، لكن من هو سبب هذه المرأة؟
كفسخه بعيبها يعني الزوج وجدها معيبة بأحد عيوب النكاح من جنون أو برس أو هذا يعني رطقا أو قرناء هكذا هي وجد بها رطقا أو قرناء هكذا عندئذ فسخ النكاح هو الزوج فسخها لكن هنا سبب المرض عندئذ يسقط الكل ثم ويتشطر المهر هذا حالة ثالثة للمهر يعني يجب النصف فقط ينتصف المهر في الوجوب تشطر يعني تنصف أي يجب نصفه فقط بطلاق قبله بطلاق قبله يعني قبل الوصي بطلاق ولو باختيارها ممكن هي اختارت الطلاق مثاله هذا كأن فضل الطلاق إليها فطلقت نفسها هذا يعني هو فضل الطلاق إليها فإذا هذا التفضيل يعني التخيير بين اختيارها نفسها أو زوجها لو اختارت نفسها وقع الطلاق لو اختارت زوجها لا يقع الطلاق هذا هو فإذا هنا وقع الطلاق باختيارها مع ذلك يجب نصف المهر لماذا هذا طلاق ليس فسخا أو علقه بفعلها كيف هذا مثال آخر لوقوع الطلاق باختيارها كيف هذا علقه يعني هو علق الطلاق هنا لقوله فول الطلاق الزوج فول الطلاق إليها وهنا علق الطلاق بفعلها ففعلت يعني قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت هكذا وقع الطلاق أو فورقت بالخلع يعني بدون سبب هذه الأسباب السابقة هي أرادت الخلع هكذا فورقت بالخلع إذن هي بذلت عوض الخلع ثم خلعها هذا إذن يشطر المهر ينصف المهر أو بانفساخ نكاح بردته وحده والعياذ بالله نعم أو بانفساخ نكاح بردته هذا من هنا هذا أو بانصفة انفساخ نكاح هذا تكون على قوله طلاق لذا هذا مثالا للطلاق بالاختيار بل هذا قسيم الطلاق بطلاق أو بانفساخ نكاح قبله قبل الوطي هكذا ثلاث حالات للمهر ثم بعد ذلك لو وقع اختلاف بينهما بين الزوج والزوجة هذا الذي يبين وصدق نافي وطي من الزوجين بيمينه لأن الأصل عدمه يعني الزوج ينفي هذا هو العادة لماذا ينفي؟ لئلا يجب كل المهر فإذا المرأة تدعي الوطاء لماذا؟ لأن يجب كل المهر هكذا يكون فإذا من الذي ينفي الوطاء هو الذي يصدقه من الزوجين بيمينه لأن الأصل عدمه إلا إذا نكحها بشرط البكارة لكن لا يصدق نافي وطين في حال ما هي هذا الذي يذكر إلا إذا نكح بشرط البكارة يعني هو قال زوجت بنتي فلانة على أنها أو بشرط أنها بكر فإذا هو قبل هكذا في صلب العقد هذا شرط ثم قال وجدتها طيبا هذا هو الخلاف ولم أطلها هكذا ينفي الوطاء فقالت بل زالت بوطيك يعني زالت بكارتي بوطيك فتصدق بيمينها لماذا لدفع الفسخ هذه مسألة قد سبقت ويصدق هو لتشطيره إن طلق قبل وطي هكذا وقع الخلاف ثم طلقها قبل الوطي إذن هو يجب عليه هذا نصف المهر فقط يصدق هو لتشطيره إن طلق قبل الوطي يجب عليه نصف المهر فقط لو طلقها قبل الوطي لكن مع ذلك لا ينفسخ النكاح كيف ينفسخ النكاح؟ يعني لو صدق هذا الرجل في قوله وجدتها طيبا يجوز فسخ النكاح لتخلف الشرط شرط البكارة فإذا أو هنا ثلاث حالات يعني لو صدقت في قولها بتمامه يجب كل المهر لو صدق الرجل في بعض قوله يجب شطر المهر لو صدق الرجل في تمام قوله يعني يجوز له الفسخ حتى يسقط تمام المهر فإذا هنا يجب نصف المهر فإذا اختلف الزوجان في قدره أي المهر المسمى كم ذكر الزوج يعني ممكن يقل ويقول أنا قلت 100 درهم إذا هي تقول لا أنت ذكرت 200 درهم هكذا هي تزيد وهو يقل
وكان ما يدعيه الزوج أقل أو في صفته، يعني ليس في القدر اختلاف بل في صفته، في صفة المهر اختلاف، في صفته من نحو جنس. فإذا هذه صفة شاملة للجنس أيضا، يعني صفة ما يقابل القدر، لذلك هي شاملة للجنس أيضا من نحو جنس كدنانير. فإذا هو يقول درهم، هي تقول دينار هكذا، وحلول ممكن، يعني أو هو يقول مؤجل، كان المهر مؤجلا، هي تقول لا بل كان المهر حالا هكذا، أو قدري عدل، كلاهما اتفقا على التأجيل، لكن كم كان أجل التأجيل، شهر أو سنة هكذا، اختلاف وصحة والادهاء، أو يعني صحة يعني كونه صحيحا أو مكسرا، لدها ضد الصحة، إذن دينار صحيح أو دينار مكسر هكذا، كذلك يعني دينار خالص دينار مغشوش هكذا اختلاف، ولا بينة لأحدهما، ليس لأحد منهما بينة، أو تعارضت بينتاهما أو لهما بينة، إذن تعارض، ما هو الحل؟ تحالفا كما في البيع، ثم بعد التحالف يفسخ المسمى، يعني يلغى المسمى ويجب مهر المثل، النكاح صحيح لكن هذا المسمى لغون ويلغى بعد يفسخ وبعد ذلك يجب مهر المثل. وإن زاد على ما ادعته الزوجة، ممكن هذا مهر مثل يكون زائدا على ما ادعته الزوجة، يعني كان هناك اختلاف في القدر، هو ادعى أن المسمى 100 وهي ادعت أن المسمى 200، مهر مثلها 300، إذن ماذا يجب؟ 300 و 200، لا يجب 300، لماذا؟ هنا قاعدة هكذا، عند فساد المسمى يجب مهر المثل، هنا فساد المسمى، نعم. وإن زاد على ما ادعته الزوجة وهو، ثم يبين ما هو مهر المثل، مهر المثل يعني مهر امرأة مثلها، هذا هو الفرض، مهر امرأة مثلها، إذن كيف تكون الامرأة مثلها؟ هذا الذي يبين فيما بعد، نعم. وهو يعني مهر المثل ما يرغب به عادة في مثلها، ما يعني مال أو منفعة، يرغب به يعني بدله، الباء للبدل يعني في مقابلته، يرغب عادة في مثلها في امرأة مثل هذه المرأة، يعني في نكاحها يرغب، نعم. ثم هذه المماثلة نسبا وصفة، فإذا ينظر في نسبها وصفتها من نساء عصباتها، فإذا هناك يعتبر يعني نساء عصباتها من مثلها هكذا، ليس مجرد نسب ولا صفة، بل هذا نسب وصفة مع ذلك من عصباتها، عصبات معناه من نساء عصباتها معناه يعني منصوبات إلى من تنسب هي إليه، إلى من تنسب هذه المرأة إليه، وإليه تنسب ينسبنا أيضا، فتقدم أخت لأبوين، فإذا ينظر كم مهر أختها لأبوين، فليبن، فإذا ليس له، ليس لها بنت أخت لأبوين، بل لها أخت لأبن، فإذا ينظر كم مهرها، فبنت فبنت أخ، فعمة، كذلك، عمة يعني لأبوين فليبن. فإن جهل مهرهن، يعني هذه المرأة ليس لهن أحد من هذه النساء، يعني ليس لها أخت لأبوين ولا أخت لأبن ولا بنت أخ ولا عمة لأبوين ولا عمة لأبن، هكذا ليس أحد، فإذا يجهل مهرهن فيعتبر مهر رحم لها، فإذا يعتبر مهر نساء ذوي الأرحام كجدة وخالة، جدة من قبل الأم، لو كانت الجدة من قبل الأبي فهي من عصباتها، هذا جدة من قبل الأم، وخالة قال الماوردي والرؤياني رحمهم الله تقدم الأم، تقدم الأم فالأخت للأم، فالجدات جدات للأم، تقدم الأم معناه بعد نساء العصبات، وفيما سبق لم يذكر يعني حالة الأم من ذوي الأرحام، يعتبر مهر رحم لها كجدة وخالة هكذا ذكر، فإذا هذا يوهم
أن الأمة غير معتبرة، لكن ليس كذلك، بل هي معتبرة يعني مقدما، تقدم الأم ثم الأخت للأم ثم الجدات، بعد الجدات الخالة هكذا. فبنت الأخت أي للأم، فبنت أخت للأم، فبنت الخالة هكذا. ولم يجتمع أم وبن أم 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 وبن أم أبن معناه أم أبي أم المرأة المتزوجة، ليس أم أبي المتزوجة، أم أبي المتزوجة ليس من ذوي الأرحام. يجد ذلك ذوي الأرحام هنا معناه الأم أو نساء الأم، نساء من جانب الأم. هذا ثبت ذوي الأرحام ليس معناهما ما سبق في باب الفرائض، بل هنا معنى آخر، يعني من العتبات يعني نساء عتباتها معناه أنا بجنب يعني تنسب ينسبنا إلى من تنسب هي إليه، هذا معنى العتبات. يقول الله رحمه الأم والنساء من جانبها، فإذا هذا أم أب معناه أم أب لأم أو أم أم هكذا يجتمع، فالذي يتجه استواءهما. ثم فإن تعذرت واعتبرت بمثلها في الشبه من الأجنبيات، يعني هذه المرأة ليس لها أحد من نساء عتباتها ولا أحد من نساء ذوي الأرحام، فبمن يعتبر مثلها؟ يعتبر مثلها بالأجنبيات، فماذا يعتبر بالأجنبيات؟ هذا الذي يقول، ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض، يعتبر مع ذلك ما ذكر من رعاية مثلها نسبا ورحما وأجنبية، يعتبر مع كل هذا ما يختلف به غرض، غرض من زيادة ماهر أو نقصان كسن، فإذا كبيرة السن يقل مهرها، قليلة السن يزيد مهرها، فإذا ينظر هذا أيضا، فيسار وبكارة وجمال وفصاحة هكذا، فإن اختصت عنهن بفضل، فإذا هذه التفاوتات يعني يعتبر، ومع ذلك فهذه المنقوحة لها فضل، لأجل هذا الفضل يعني يختلف المهر أيضا، بسبب أن هذا غرض مهم من أغراض النكاح، فإذا هل يزاد لأجله؟ نعم، فإن اختصت عنهن عن أمثالها بفضل أو نقص زيد عليه أو نقص منه، ماذا يزاد عليه وماذا ينقص منه؟ لائق بالحال، لائق بهذا الحال، حال الفضل، نعم، بحسب ما يراه قال، فإذا القاضي يعتبر هذه الزيادة أو هذه النقصان، ثم لأجله يزيد في ماهر أمثالها أو ينقص من ماهر أمثالها شيئا. ولو تعامحت واحدة لم يجب موافقتها، يعني امرأة تعامحت بتقليل ماهرها، هل يجب على المنقوحة موافقتها؟ مثلا لها أخت لأبوين، فهذه الأخت لأبوين سامحت بتقليل ماهرها، فهل يعتبر ماهرها الأصلي أو يعني الذي أعطيت بعد المسامحة؟ هذا ماهرها الأصلي هو المعتبر، لا يعتبر، لا تعتبر هذه المسامحة. نعم. ثم بعده مسألة أن عفو الماهرين، إسقاط المهر، إبراء الزوج عن المهرين. نعم. وليس لولي عفو عن المهر بموليته كسائر ديونها وحقوقها. نعم. لا يجوز للولي عفو عن المهر بموليته كسائر ديونها. فإذا هذا المهر ليس من حق الولي، بل هذا من حقوق النساء المرأة. فإذا لا يجوز لوليها العفو وإسقاط هذا المهر وإبراء الزوج عن هذا المهر كسائر ديونها. نعم. لا يجوز للولي إسقاطه سائر ديون هذه المرأة وإبراء مديونها، ثم وحقوقها وسائر حقوقها، مثلا إسقاط نفقتها أو سكنها هكذا، لا يجوز. ووجدت من خط العلامة الطنبضاوي رحمه الله أن الهيلة في براءة الزوج عن المهر حيث كانت المرأة صغيرة أو مجنونة أو سفيهة، أن يقول الولي مثلا طلق موليتي على 500 درهم مثلا علي، فيطلق ثم يقول الزوج
أهلت عليك موليتك بالصداق الذي لها عليا، فيقول الولي قبلت، فيبرأ الزوج حينئذ من الصداق. هذه حيلة لإبراء الزوج من المهر، يعني ولي امرأة، ولي صغيرة أو مجنونة أو سفيهة، يريد أن يبرئ زوجها من المهر. هل هناك حيلة؟ نعم، فهذه الحيلة كيف؟ بتولي الولي مهرها، يعني الولي يتولى في ضمانه المهر ممن؟ من ذمة الزوج، المهر في ذمة الزوج، فإذا يتولى الولي. كيف يتولى؟ هو يذكر له صورة ومثال أن الهيلة في براءة الزوج عن المهر حيث كانت المرأة صغيرة أو مجنونة أو سفيهة، أن يقول الولي، إما يقول الولي، ولي مثل أو أجنبي، ماذا يقول؟ طلق موليتي. إذن هذا طلق موليتي يصح لو كان القائل وليا، لو كان القائل أجنبيا يقول طلق زوجتك، طلق زوجتك على 500 درهم مثلا، علي على 500 درهم مثلا، يعني ما يساوي المهر، هذا الذي أراد، ما يساوي المهر، المهر لو كان 500 فيقول هكذا 500 علي، لو كان مهر 1000 فيقول طلق موليتي على 1000 درهم علي، هو تولى طبعاً، ثم فيطلق عندئذ هذا الزوج يطلق، ثم يقول الزوج يطلق هذه المرأة، ثم يقول الزوج ماذا يقول؟ أهلت عليك موليتك بالصداق الذي لها عليا. إذن عند الطلاق ثبت على الولي للزوج 500، لماذا؟ هو قال طلق موليتي على 500 عليا، فإذا على الولي ثبت 500 لمن؟ للزوج. بعد الطلاق ماذا يقول الزوج؟ أهلت، هذا من الحوالة، جعلت ما عليك حوالة، هكذا يقول أهلت عليك موليتك بأي شيء؟ بالصداق الذي لها علي، فيقول الولي قبل، يعني هو قبل هذه الحالة على حوالة، فإذا هو برأ فقبلت، فيبرأ الزوج حينئذ من الصداق، هكذا حيلة. فهذه الحيلة لا تسقط المهر اصلا من نقله، بل يعني يغير ضمانه من ذمه الزوج الى ذمه الولي فقط. ويصح التبرع بالمهر من مكلفه، اذا يجوز اولا يعني يجب المهر بالعقد، ثم بالوطي تمامه يجب، لو وجب النصف بالعقد او لو وجب تمام المهر بالوطي يجوز للزوجه ابراء الزوج من هذا. نعم، هذا الذي يقول يصح التبرع بالمهر من مكلفة، لكن ينبغي أن تكون مكلفة يعني بالغة عاقلة هكذا، بلفظ الإبراء، التبرع بلفظ الإبراء، فإذا هو يقول، هي تقول له أبرزتك مما عليك لي من المهر، هكذا يقول، أو يقول عفوت أو أسقطت والإسقاط والإحلال والتحليل والإباحة والهبة، يعني إذا تستعمل صيغة مشتقة من هذه المصادر. نعم، وإن لم يحصل قبول، يعني في الإبراء لا يجب القبول من الزوج بل يبرأ. نعم، مهمات بعد ذلك يذكر مسائل. نعم، مسائل يعني تقديم الهدايا، فهذه الهدايا هل تعتبر من المهر أو لا تعتبر، فكذلك هل يعني هي لازمة أو غير لازمة، ثم هدية مخطوبات هل ترد او لا ترد، هكذا مسائل مهمه. لذلك عقد هذه المهمات، لو خطب امراه ثم ارسل او دفع بلا لفظ اليها، دفع اليها او ارسل اليها، الدفع يعني مباشره، ممكن هو ذهب للنظر الى وجهها، هذا سبق ان بينا يسن النظر، فاذا هذا في هذه العاده يعني في يوم النظر اعطى لها خاتما او سوارا هكذا يعني شيئا، ثم أو دفع بلا لفظ، يعني هذا كان معاطاة، لم يكن هناك لفظ يدل على التبرع والتمليك مال قبل العقد، متى دفع ومتى أرسل قبل العقد، أي ولم يقصد التبرع عند الإرسال أو الدفع، لم يريد تمليك هذا الشيء لهذه المرأة بطريقة التبرع، ثم وقع الإعراض منها، هكذا أعطى هدية ثم وقع الإعراض منها أو منه، الإعراض من جانبها أو من جانبه. إذن
هكذا أرسل إليها أو دفع لها قبل العقد بدون لفظ يدل على التمليك بطريق التبرع، ثم وقع الإعرال منها أو منه، إما يكون الإعرال من جانبه أو من جانبها، من أي جانب كانها رجع بما وصلها منه كما صرع به جم محقق. رجع أو يرجع بما وصلها منه، بما وصلها، وصلها يعني هذا المثال هو بمعنى فعل المعروف، بما هو أعطاها بطريق المعروف نعم، وصلها منه، وصل إليها منه، هو يرد، يرجع ويأخذ رجوعا كما صرح به جم محقق. ولو أعطاها مالا فقالت هدية وقال صداق صدق بيد، يعني لو وقع خلاف هكذا أعطى ثم هي قالت هدية وقال صداق، فهذا متى يكون؟ هذا يكون بعد النكاح، بعد العقد، يعني ليس قبل العقد. هذا لو أعطاها مالا فقالت هدية، يعني ممكن كان المهر هذا خاتم بوزن غرامين أو ثلاثة غرامات هكذا، ثم هو جاء بخاتم هدية وهو ادعى أنه من المهر، هي ادعت أنها أنه ليس من المهر بل هو هدية مستقلة يصدق بيمينه. فإن كان من غير جنسه، لو كان من غير جنس الصداق يصدق بيمينه. ولو دفع لمخطوبته وقال جعلته من الصداق الذي سيجب بالعقد أو من الكسوة التي ستجب بالعقد والتمكين، وقالت بل هي هدية فالذي يستجب تصديقها، هذا هدية قبل النكاح الذي سبق قد يعني هدية بعد النكاح، ذكر يعني ثلاثة صور الذي يستجيب تصديقها، لماذا إذ لا قرينة هنا على صدقه في قصده عند تقديم ليس هكذا، فإذا هذا لا يعتبر من من المهر. ثم ولو طلق في مسألتنا بعد العقد لم يرجع بشيء كما رده الأذرعي خلافا للبغوي، لأنه إنما أتى لأجل العقد وقد وجد مسألتنا يعني سبق، ثم وقع الإعراض منها أو منه، هذا معترض قولي، يعني ثم لم يقع الإعراض بل تم عقد النكاح، هل يجب له أن يرجع؟ لا يجوز له أن يرجع، نعم، لماذا؟ هو قدم لأجل العقد، هذا عقد تم، نعم، وقد وجد